السلام عليكم احبتي، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ بس انه سيك الصوت على السريع. احبتي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. طبعا اصدقائي مثل ما عرفتوا خيبوا ام املنا بالتحديث. انا ما يعني صرت سحبت شي اسبوع، اعذروني يعني بالتحديث مثل ما شفتوا ما نزلوا تحديث كلانات، رد اجلوا، ما نزلوا غير ميج وبس، وبرول تولك كمان نزلوا لولا، ما في غير شغلات. نحط هيك دول. طبعا احبتي مثل ما كنتوا شايفين تغيرت اللعبة من ورا والشغلات. هلا والله فتحت علشت موسم جديد ومدري شو. طبعا قبل ما افتح طلعوا لي انه اخذوا لي، انه انا كنت مجمع مواسم فحولوا لي اياهم لذهب. فالمجمع مواسم بنصحه دغري يفتح، لا يستنى ابدا، انه حيحولوا الذهب مو مثل ما كانوا يفتحوا له اياهم انه يطلعوا له شغلات. ما كنتوا شايفين نحن بالموسم 9 دغري رجعوني على 7، لانه انا عندي 8 كمان صندوق. فهلا رح نفتح ونقول بسم الله. صندوق صغير، اوكي ما في شيء. اوكي اصدقائي، فتحنا اول صندوق ما طلع شيء، نكمل 75 كمان صندوق صغير. بسم الله، اوكي 66 هي 100 بتوقع اوكي صندوق كبير. يلا يلا يا رجال، يلا يا رجال، تمام ناسين صندوق كبير. قاعد شو هي ميجا، تبارك الرحمن، بسم الله ديم. طيب هلا لازم يرجعونا على الموسم 8. اوكي 8 ما نجمع شيء، والله مجمع ب 8 قدام. لا والله مجمع ب 8. اوه صندوق الزمان هذا. اصدقائي اول شيء نشوف شو صاير باللعبه، بعدين نرجع التفتيح. اوكي احداث جديده ما بعد نزل بور ليج. اوكي بس نشوف شو الملصقات اللي حيعطوها. اربح 30 هي ملصق، وبلوك واحد ترتيب ملصق. اوكي دعوه من رفيقنا. اوكي بور ليج حلو. هلا هون بيعطوا 10 جواهر صراحه انا اوكي هون كمان منزلين. اوكي خلينا ناخذ مجاني على السريع. حلو طبعا انا حسابي ماكس ما راح يطلع لي الافضل. اوكي هذا البرول باس، تمام سكين كرو. ليش في سهم؟ اوه ببدع بعده. حلو سكين جيل سكين سيرج، صراحه سيرج مو كتير حبيته بس البقايا حلوين. خلينا نجرب كرو على السريع. انا عندي سكين لكرو، ما راح اشتري سكين. ما هلا انا كنت اشتري سكين الهالوين تبع سكويك بس يرجع انا راح اشتري. والله سكين كول كرو القطان حلو بتوقع اكس مو سوبر. اوكي لا حلو حلو والله سكين حلو. اوكي ما بتوقع سعره 79. ما حددوا لسه سعره، بعد 11 يوم بينزل. سكنات هالوين توقع راحت. انا في سكنات جديده في الساحه يا شباب، ما في سكنات. حلو ماشي نكمل تفتيح يا شباب، نكمل تفتيح تمام. موسم 8 هلا. اوكي موسم 8 هلا من سوريا. خلينا نرفض يا كبير، تمام صندوق صغير. اوكي ويلكم، كمل يا احبتي. صندوق صغير، اوكي كمان هذا صندوق صغير ما بتوقع يطلع شيء فيهم. هدول 100 و500 المحرزين اللي خليهم اذا طلع لي بطل بهذا الموسم. تمام هنيك مو محرزين. الله على الفخامه، الله من سوريا صديق عزيز يلعب اللعب من زمان انا وياه منزلين. المهم واحتراف مورت الشغل صول يعني احبتي. المهم خلينا نفتح اول شغلات بالسيزون هات، ما بتوقع جمع. اوكي دغري افتح. حلو هاي 10 جواهر. حلو شو عندنا مهمات؟ اوكي يلا هدول المهمات اليومية بعد شوي بعملهم. هيك احبتي
التحديث في ماب طابي جديد حلو، دول مطلوب التركيب من زمان. مشاكل عويصة حلو، ما في شي جديد رح اشوف. اوكي هي جديدة، هي الماب يعني جديد رح اشوف. بس في مابات شودان، اوكي رح اشوف، لازم هي كل تحديث نحن نشيك على مابات شودان. واو ما عم يفوت، ما بعرف يا شغلة نت يا اما لاج من اللعبة. خلينا نطلع هيك، قال انه عميل رمز الفريق. تمام شودان، اوكي رجي ما متفحمة، انا حافظ الاسماء. مع الاسف ما في مابات جديدة، هي ما اعرفها وهي ما اعرفها. ان شاء الله بالتحديث جاي يجي حرب كلانات او شي هيك. طبعا كلاني اللي حابب فوت 30 30 بدنا نعمل له، بدنا نطرد كم واحد يا احبتي وساد اكثر من شهر. هذول كم واحد بدنا نطردهم دغري، بدنا هيك من فوق 18 نحن الرجال، هيك تحت في احتمال كبير نطردهم. فهي احبتي كان الفيديو، ما يكون عجبكم. وبس مع السلامة.